بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، نحمده ونشكره. أنا والدة الشهيدة الرضيعة ساجدة فيصل التي استشهدت وهي بعمر 5 أيام جراء استنشاقها للغازات السامة، ووالدة معتقل وأب لشهيدة اعتقل ظلما وعدوانا. فيصل جواد اعتقل وحكم عليه بالسجن 6 شهور والفصل من السلك العسكري. هكذا هم عوائل الشهداء، تقتل أبناءهم وتعتقل آباءهم. لنقف بوجه الأحداث المتتالية علينا من فصل وسجن وقتل، وبعد أن اعتقل زوجي والد الشهيدة، ليس لي سوى الله، من الله من أول ومن آخر، والحمد لله رب العالمين. حيث ما زلنا نعاني من الغازات السامة ليليا وبشكل متعمد على منزل الشهيدة. إن جمعنا تحت عنوان ومسمى واحد هو آباء وأمهات عوائل شهداء البحرين، حيث يساند بعضنا بعضا لنقف بقوة في وجه كل عدو ظلمنا ونزع منا فلذتي من فلذات أكبادنا، لنكمل درب من فارقونا. أشكركم من صميم قلبي لتشريفكم ووقوفكم معنا وزيارتكم لنا، وأتمنى أن لا تنقطع زيارتكم لنا ولا تنقطع زيارتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.